بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة البحرين، وباعثها المستمع إبراهيم محمد سند، يسأل ويقول: أحتفظ بصور فوتوغرافية داخل البومات للذكرى، وهذه البومات موضوعة في الخزانة، فما حكم ما فعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ويكلفون بنفخ الروح في كل صورة صوروها من باب التعذيب لهم، لأنهم لا يطيقون نفخ الروح، لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما ذلك من باب التعذيب لهم. وكذلك يجعل لهم بكل صورة صوروها نفس يعذبون بها في نار جهنم. كل ذلك صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم شرار الخلق وأنهم أظلم الناس، مما يدل على شدة تحريم التصوير واستعماله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواها، وذلك لما في التصوير من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من الوسيلة إلى الشرك، فإن الشرك أول ما حدث في العالم بسبب التصوير، وذلك أن قوم نوح صوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، فطال عليهم الأمد، فزين الشيطان لهم عبادتها فعبدوها من دون الله. وكذلك بنو إسرائيل افتتنوا بتمثال العجل الذي صنعه لهم السامري، فاتخذوه إلها. وكذلك قوم إبراهيم كان شركهم بعبادة التماثيل، حيث قال لهم خليل الله إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، إلى آخر الآيات. الحاصل أنه لا يجوز التصوير، ولا يجوز الاحتفاظ بالصور واستعمال الصور بما في ذلك من المحاذير الشرعية وارتكاب الوعيد الشديد، إلا الصور الضرورية التي أصبحت ضرورية في تعامل الناس، كصور حفائظ النفوس والجوازات والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة. فهذه أمور لا بد فيها من وجود صورة، لأنها فرضت على الناس، ولا يحصلون على مصالحهم التي لا بد لهم منها إلا بهذه الصورة، فهذه يرخص فيها من أجل الضرورة. أما الاحتفال بالصور من أجل الذكريات فهذا أمر محرم ولا يجوز، والواجب إتلاف هذه الصور وإخلاء بيوت المسلمين منها، سواء كانت تماثيل أو كانت رسوما على ورق أو صورا فوتوغرافية، لأنها ضرر محض. أضف إلى ذلك، إذا كانت هذه الصور صور لنساء جميلات أو نساء عاريات أو سافرات، فإن الأمر يزيد محذورا آخر، وهو الفتنة، وجر الناس بواسطة هذه الصور إلى الفتنة والافتتان بالنساء. الواجب إتلاف هذه الصور، إلا ما كان من الصور ممتهنا يداس أو يجلس عليه أو يفترش على قيمة له، هذه صور مهانة لا حكم لها. إنما الشأن في الصور التي يحتفظ بها للذكريات أو غيرها، هذه هي التي تحرم ويحرم بقاؤها في البيوت والمحلات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع من دولة البحرين فيقول: ما هي النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟ هل المقصود الإنفاق عليها أم يجب إعطاؤها مبلغا من المال في يدها؟ كل ذلك جاهز، وهذا راجع إلى المصلحة وما يسد الحاجة. فإن كان
كانت الحاجة داعية إلى إعطائها نقود بقدر مصروفها، وهي تشتري بها أو يشتري وكيلها لها بها نفقتها، فلا بأس بذلك. وإن كان الحاجة تندفع بإعطائها طعاما جاهزا أو طعاما غير جاهز كالحبوب والثمار، فالأمر راجع في هذا إلى ما يحقق المصلحة ويدفع المضرة وما تراضى عليه الطرفان الزوج والزوجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي أثنان من الأولاد، أحدهم في المدرسة والآخر ما زال صغيرا. إذا أعطيت الذي في المدرسة مبلغ من المال يوميا كمصروف، فهل يجب للصغير كذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يجب للصغير الذي لا يدرس مثل ما يعطى للذي يدرس، لأن هذا يتبع الحاجة، فالذي ليس بحاجة لا يعطى مثل ما يعطى صاحب الحاجة الذي هو أكبر منه يدرس ويحتاج إلى مصروف مدرسي. فإذا كبر هذا الصغير وصار يدرس يعطى قدر حاجته، لأن هذه أمور نفقة تكون بقدر الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها مستمعة من هناك رمزت لاسمها بالحروف ألف عين حاء. لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز أن أذكر الله في نفسي وبدون حركة للشفاء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ذكر الله في النفس مشروع، ولكن ذكر الله باللسان والنطق أفضل، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. فالحاصل أن ذكر الله مشروع سواء كان في النفس أو باللفظ، ولكن باللفظ أفضل وأحسن. جزاكم الله خيرا. أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لي بالتفصيل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم معلومة من الأحاديث الصحيحة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ثم وضع يديه على صدره، ثم استفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا استفتح بغير هذا المذكور من أنواع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فذلك جائز، والاستفتاح سنة ليس بواجب، وكذلك البسملة والتعوذ سنتان. ثم يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام، وهي ركن من أركان الصلاة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي ركعتي الفجر، ويكون في هذه الصلوات تكون القراءة جهرا، سورة الفاتحة وما بعدها مما تيسر من القرآن. وفي النهار تكون القراءة سرا، صلاة الظهر، صلاة العصر تكون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا، وقد يجهر في بعض الآيات أحيانا. وكذلك يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، وكان صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الأولى أطول من الثانية، وفي آخر الصلاة الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو في الركعة الثالثة من المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة على المشهور عند أهل العلم، يقتصر على قراءة الفاتحة، ثم يكبر ويركع عليه الصلاة والسلام، يحني ظهره ويضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويفرج بين أصابعها، ويحصر ظهره عليه الصلاة والسلام، ويساويه برأسه، يكون رأسه حيال ظهره، لا يصوبه ولا يخفضه، ثم يقول: سبحان ربي العظيم، ويكرر ذلك 3 مرات أو أكثر، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمد، ثم يقف معتدلا ويقول: ربنا اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر الدعاء، ثم ينحط ساجدا على الأرض، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وأنفه على الأرض ساجدا عليه الصلاة والسلام، ويسجد على 7 أعضاء: الوجه والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويقول: سبحان ربي الأعلى 3 مرات وأكثر، ويدعو في الركوع والسجود مع التسبيح، ثم يرفع رأسه قائلا: الله أكبر، ثم يجلس بين السجدتين ويضع يديه على فخذيه عليه الصلاة والسلام، ويقول: رب
اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وما ورد من الدعاء في ذلك. ثم يسجد الثانية كالأولى ويكمل صلاته على هذا النمط. فإذا صلى ركعتين فإن كان في رباعية أو في ثلاثية كالمغرب فإنه يجلس للتشهد الأول ثم ينهض ويأتي بما بقي من صلاته بالفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد الأخير فيأتي بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم يدعو بما تيسر وكان يحث على الدعاء في التشهد الأخير بعد ما يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت برأسه عليه الصلاة والسلام ويبالغ في تسليمه الثانية التي عن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ثم يثبت جالسا قليلا متوجها إلى القبلة بعد السلام ويستغفر الله ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه الكريم إلى أصحابه ويستقبلهم بوجهه، ثم يأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تحدثنا فضيلة الشيخ عما كان يصلي عليه الصلاة والسلام من النوافل؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي نوافل كثيرة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، يصلي هذه الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، وحث على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأخبر أن من فعل ذلك بني له بيت في الجنة. هذه الرواتب التي مع الفرائض وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بها ولا يتركها إلا في السفر إذا كان يقصر الصلاة إلا راتبة الفجر، فإنه لم يكن يتركها لا في حضر ولا في سفر، وكان يصلي من الليل ويطيل الصلاة حتى تفطرت قدمه من طول القيام، كان يصلي مثنى مثنى ويختم بالوتر بركعة واحدة توتر له ما صلى، كما قالت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، عشر مثنى مثنى والحادي عشر وحدها وتكون وترا، وكان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وكان يصلي الضحى صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته. تسأل صاحبة هذه الرسالة وتقول: كيف تستطيع الأم أن تربي أطفالها التربية التي ترضي الله عز وجل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة سبع، تربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأهم يهمها أن تربيهم على الصلاة إذا بلغوا سن التمييز، وكذلك تربيهم على حفظ القرآن، لأنهم في سن الصغر وسن الحفظ، فتحرص على تحفيظهم القرآن كله أو تحفيظهم القرآن كله أو ما تيسر منه، كذلك تحفظهم ما تيسر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تربيهم على الصدق تحذرهم من الكذب. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يضرب على الشهادة والعهد ونحن صغار. وتربيهم أيضا على احترام الناس ولا سيما الوالدان، وتجنبهم مجالس السوء وقرناء السوء، تراقبهم في خروجهم وفي دخولهم وحتى في مضاجعهم، قال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل سجود التلاوة والشكر وصلاة تحية المسجد لا تجوز في أوقات النهي؟ سجود التلاوة صحيح أنه يجوز في أي وقت، لأنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة تابعة لقراءة آية سجدة، في أي وقت قرأ آية سجدة فإنه يسجد، وكذلك سجود الشكر ليس له حكم الصلاة وإنما هو عبادة مستقلة فلا بأس بفعله في أي وقت. تحية المسجد. وتحية المسجد على الصحيح أنها تفعل إذا دخل المسجد في أي وقت. إن شاء الله. الحمد لله.
ما الحكم إذا وضع الكحل بالقلم فوق شعر الحاجب وبدون نمص؟ لا داعي لهذا، لأن الحاجب والحمد لله خلقه الله جمالا، وهو ليس إلا إذا كان فيه تشويه، إذا كان فيه تشويه أو بياض أو شيء تريد أن تجمله لا بأس، أما إذا كان على طبيعته أسود فيبقى على ما هو عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تجمله ولو بالسواد شيخ صالح بالنسبة للحاجب؟ الحاجب نعم، إذا كان فيه تشويه نعم. شيب نعم، تجمله بما يليق باللون اللائق الذي يجعله كغيره من المعروف عند النساء. الله المستعان. هل يندرج شعر الرأس في هذا الحكم أو لا؟ إلا إذا قسناه على شعر الرأس نعم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم، جنبوه السواد. السواد نعم، الخالص يعني. نعم نعم، فلا تصبغ حاجبيها بالسواد الخالص وإنما تصبغ حاجبيها بأسود غير خالص يضرب إلى الحمرة. نعم. إذا ما جاز في شعر الرأس يجوز في شعر الحاجبين، لأنه من تغيير الشيب. نعم نعم، هذا عام، تغيير الشيب عام. نعم، لكن وليس بالسواد الخالص. ليس بالسواد الخالص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه يصف النساء أو بعض النساء بقوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائدة الحديث، هل المرأة التي تجمع شعرها فوق رأسها لزوجها فقط وللزينة تدخل في هذه العقوبة؟ نعم، هذا لا يجوز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكره وأخبر أن من فعلته أنها من أهل النار، فلا يجوز لها أن تعمل هذا العمل، بل ترسل شعرها إما ضفائر على الجوانب وإما لوائب. وأما جمعه وعقده وما يعمله بعض النساء في وقتنا الحاضر هذه تكلفات وتشبهات يجب عليهن تركها. نعم. هل الغالي من الثياب والأثاث تأثم صاحبته؟ إذا بلغ حد الإسراف فإنها تأثم، لأن الإسراف ممنوع، كل واشربوا ولا تسرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، فالإسراف ممنوع في كل شيء، في الثياب وفي الأكل وفي الشرب. نعم. تقول لدي 5 أطفال وأنا التي أقوم على خدمتهم وتربيتهم وأجد التعب والصعوبة في ذلك وإني أحتسب ذلك عند الله عز وجل، هل إذا صدر مني تذمر أو شكوى يكون مذهبا للأجر أو موقصا له؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الصبر والاحتساب أنه مطلوب، وأن التشكي إلى الناس أنه ينقص الأجر، التشكي إلى الناس والتذمر ينقص الأجر، فعليك بالصبر والاحتساب وعدم التذمر. نعم. ما حكم غسيل المرأة لطفلها وتنظيفه إذا كانت متوضئة؟ هل ينتقض وضوءها؟ وهل التسمية في دورة المياه قبل الوضوء غير جائزة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس أن المرأة تنظف طفلها وهي متوضئة، لكن يكون من وراء حائل، تجعل على يديها حائل تلبسه على كفيها، فإذا كان عليها حائل فإنها لا ينتقض وضوءها حتى ولو طهرت عورته، طهرت الفرجين. أما إذا كانت بدون حائل ولمست أحد الفرجين من الطفل فإنها ينتقض وضوءها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يعمل في رأس تنورة ورمز إلى اسمه بالحروف ميم فا، يقول إن زوجته طلبت منه أن يمكنها من تأدية فريضة الحج، وسوف تأتي كما يقول مع جمع من النساء في سيارة نقل باص كما سماها، فهل علي من حرج إذا لم يكن معها محرم؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنها مريضة بالسكر والقلب. هذا أمر محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره إلا ومعها ذو محرم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والجماعة من النساء لا يقومن مقام المحرم، وإنما هذا شيء قاله بعض العلماء ولا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، بل قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، المحرم هو من تحرم عليه من الرجال البالغين، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. والمرأة إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج، اشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد محرما فإنها تنتظر إلى أن يتيسر المحرم، فإن أيست منه فإنها تنيب من يحج عنها ولا تحج بدون محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل في صفحة كاملة شيخ صالح،
ملخص هذا السؤال أنه كثير الوسوسة إذا ما دخل دورة المياه أعزكم الله، ويرجو التوجيه كيف يبعد عنه هذا المرض وفقكم الله. بقي من السؤال الأول التسمية على الوضوء إذا كان يتوضأ في الحمام. التسمية على الوضوء عند من يرى وجوبها كالإمام أحمد يرى أنها من واجبات الوضوء يسمي ولا يترك الواجب، لا سيما وأن ما يسمونها بالحمامات اليوم نظيفة وليس فيها شيء من النجاسات في الغالب، تذهب مع الماء تدفع مع الماء، فمن يرى أن التسمية واجبة على الوضوء يسمي عند بداية الوضوء ولو كان في داخل دورة المياه، لأن التسمية واجب. وأما من يرى أنها سنة فلا حرج في تركها. جزاكم الله خيرا. سؤال هذا المستمع وهو أنه كثير الوسوسة إذا ما دخل الحمام. أما الوسوسة إذا كثرت على الإنسان فهي من الشيطان فلا يلتفت إليها، بل عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويمضي في عبادته من وضوء أو صلاة أو غير ذلك، لا يلتفت إلى وسوسة الشيطان، بل يستعيذ منه ويرفض الوسوسة ولا يلتفت إليها، ويكمل صلاته ويكمل وضوءه وطهارته، وإذا وسوس له بانتقاض الوضوء فإن الأصل الطهارة والحمد لله، واليقين لا يزول بالشك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.